هاي، قرب عيد ميلاد وكل العالم عتلاني هم انه يزيد وزنه بهالفتره. عن جد كل اللي بيعرفوا او اشتغلوا معي من قبل بيعرفوا انه كثير مهم تتهنوا بهالفتره، وابدا ما الواحد يقعد يفكر هاي بكلا وهيدي لا. فيكن نهار العيد ما تتروقوا، تتغدوا شيء كثير خفيف، وعن جد انا بقولن انه تهنوا بالعشاء لانه هيدي فرحه وجمعه بتصير مره بالسنه. فيكن اذا بدكن تاني نهار العيد تقفوا الترويقه وتتغدوا، لانه كمان كثير من العالم بيرجعوا بيجتمعوا بالعيله على الغداء، يعني بيكون في عنا اذا بدكن اوبن ميل على الغداء وما بنتعشى. صفى هيك بنهارين عنا نهار، اول نهار ما بنتروق نتغدى خفيف نتعشى اوبن، تاني نهار ما بنتروق نتغدى اوبن وما بنتعشى. وعلى مسؤوليتي ما بيصير شيء لوزنكم، طالما عن جد انتو عم تاكلوا وعم تتهنوا باكلكم، هيدي اهم شغله، تتهنوا بكل لقمه عم تنزل. واهم شيء اذا قادرين بعدين تفكروا عن جد انتو شو اكلتوا، تكونوا واعيين انتو عم تاكلوا. هو الاكل بلا وعي اللي كتير بخوفنا بهالفتره هيدي. ينعاد على الجميع يا رب، وان شاء الله تكون سنه الجاي سنه خير. خلوكم معنا لانه في كتير اشياء رح تتعلموها بهالسنه.